نكمل حديثنا عن مارادونا اللي فعليا حتى في وفاته شاغل العالم، فالغموض ما زال مستمر حول السبب الحقيقي لرحيل اللاعب الأسطورة. فرغم الإعلان عن رحيله في عمر 60 بسبب أزمة قلبية، طلعوا بنات مارادونا واتهموا الطبيب ليبولدو لوكي واللي كان مشرف على حالته بعد خضوعه للجراحة في المخ، اتهموا بالتقصير في رعاية والدهم، وتم على إثر ذلك توجيه تهمة القتل غير العمد للطبيب. التحقيقات والتحريات في القضية لا زالت في بدايتها، بس آخر المفاجآت فجرها رودولفو باكي وهو محامي لأحدى الممرضات اللي لازموا مارادونا في أيامه الأخيرة. محامي الممرضة قال إنه مارادونا سقط على الأرض وارتطم رأسه قبل أسبوع من وفاته حسب كلامه وقتها، ولم يتم نقله للمستشفى لإجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي أو حتى يعني إجراء أي شيء للإطمئنان على صحة مارادونا بعد سقوطه، مشيرا إلى أنه سقط على الجانب اللي خضع فيه للجراحة. طيب رواية محامي ممرضة مارادونا لو طلعت صحيحة أكيد ما حتكون في صالح الطبيب، بس لغاية ما تنكشف الحقائق مازال الشعب الأرجنتيني حزين على رحيل مارادونا.